تنسيق معهد المساحة 2020، درجات القبول بمعهد المساحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ولا بينا على التفاصيل. تنسيق معهد المساحة 2020. معهد المساحة من المعاهد المتميزة اللي بتضم عدد من التخصصات، عشان كده عدد كبير من الطلبة والطالبات بيحبوا ان هم يسعوا يلتحقوا بالمعهد بمعهد المساحة عشان التخصصات المتميزة الموجودة فيه. وعلى الرغم من ان معهد المساحة بيقبل الطلبة الحاصلين على مجموع متوسط، غير انه بيضمن ليهم مستقبل رائع، وخاصة ان خريج المعهد ممكن ان هم يقوموا بعمل معادلة ويتم القبول فيها بمجموع متوسط ايضا، وبعدها يمكن الالتحاق بكلية الهندسة اللي بتعتبر واحدة من اهم كليات القمة لشعبة علم الرياضة. بعد التخرج من معهد المساحة يمكن العمل في التخصصات التالية، اما رسام هندسي او فني تشييد وبناء او مشرف مساحة او بناء مواقع او مساح عام او مسؤول تشطيبات. بالنسبة لمؤشرات تنسيق معهد المساحة 2020، لحد دلوقتي لم يتم الاعلان الفعلي عن نتيجة تنسيق معهد المساحة لهذا العام، ولكن من المتوقع ان ترتفع نسبة القبول العام دوت بنسبة قليلة عن العام الماضي. وفي هناك بعض مؤشرات عدة لتنسيق معهد المساحة 2020. معهد المساحة في المطارية 86%، معهد المساحة في الهرم من 85% إلى 93%، معهد المساحة في أسيوط 70% إلى 75%، معهد المساحة في قنا 67% إلى 73%. المؤشرات دي هي مؤشرات تنسيق معهد المساحة 2020، ويتضح ان معهد المساحة بيقبل مجموع متوسط، بس بشرط ان يكون الطالب خريج شعبة علم رياضة من الثانوية العامة. معهد المساحة بالمطرية بيعتبر معهد المساحة بالمطرية معهد حكومي تابع للكلية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، بيتواجد بالمطرية او قنا او اسيوط او الاسكندرية، وبتبلغ مدة الدراسة سنتين، وبيعتبر بديل لكلية الهندسة، وبيقبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية الشعبة العلمية بس فقط والدبلومات، ويقبل من الدبلومات أقسام زخرفة وعمارة فقط. وبيتم القبول بالمعهد بطريقتين، إما عن طريق مكتب التنسيق بعد كتابة الرغبات وظهور النتيجة بيها وبيها ترشيحك للمعهد، أو عن طريق التحويل من معهد أو كلية أخرى بشرط استيفاء الشروط السابقة، ولا يقبل من مر على حصوله على الشهادة الثانوية أو الدبلومات أكتر من سنتين، وبيمنح درجة الدبلوم وبيمنح درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط، ويؤهل للالتحاق بكلية الهندسة شرط الحصول على المجموع اللي بيحدده مكتب التنسيق كل سنة، وغالبا أكتر من 90%، وبيحق لكل من حصل على 50% أو أعلى من مجموع درجات المعهد التقدم لمعادلة كلية الهندسة. كما يؤهل للالتحاق بكليات فنون جميلة وفنون تطبيقية والتربية وتعليم صناعي. الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورتين للبطاقة، وصورتين لشهادة الميلاد زائد الأصل، وصورتين للمؤهل زائد الأصل، وست صور شخصية، وبطاقة الترشيح زائد صورتين منها، واستمارة 6 جند للذكور فقط، وتكون في منطقة التجنيد اللي هو تابع ليها الطالب أو قسم شرطة. والمصاريف الدراسية، أما بالنسبة للطلاب المحولين نفس الأوراق
ما عدا بطاقة الترشيح هيحل محلها بيان الحالة أو طلب التحويل أو معادلة الدرجات بالنسبة لطلاب الأزهر. وبهني الطلبة والطالبات وبتمنى لهم التوفيق ومستقبل مشرق ومزدهر. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.